طيب ندخل في الموضوع على طول. الكلام على كوبا امريكا طبعا انا بشوف انها واحده من اهم واقوى البطولات على مستوى العالم، يمكن اتظلمت بسبب الكورونا او بسبب غياب الجماهير في المدرجات. طبعا البرازيل هي اللي بتستضيف البطوله، لكن يبدو كمان طبعا توقيت اقامتها في نفس التوقيت مع اليورو اعتقد سحب منها شويه او ما خلاش فيه الاهتمام والاقبال والمتابعه بشكل كبير، لكن تبقى واحده من اهم البطولات، فيها اسماء منتخبات كبيره جدا. البرازيل اللي حققت العلامة الكاملة بثلاث انتصارات، طبعا الأرجنتين بكوكبة كبيرة جدا من النجوم، وبالمناسبة هما الفرقتين دول المتصدرين المجموعتين. كمان عندنا قوة تقليدية في أمريكا اللاتينية، عندنا فرق زي تشيلي، أوروغواي، باراغواي، كولومبيا وغيرهم من الفرق. كلامنا في الفقرة دي من خلال فيديو كونفرنس هيكون مع خوان رودريجيز من مدرب منتخب أوروغواي للشباب، وأيضا كان مدرب فريق الوحدة السعودي في السابق. طبعا بداية أهلا بك معنا في السادسة، وبرحب بك على شاشة الأهلي. مساء الخير. إنه شرف لي أنا نتكلم في قناة مصرية. وقبل أي حاجة أود أن أهنئ النادي الأهلي لتأهله للماتش المباراة النهائية للمرة العاشرة، لو حصلوا أنه فاز بالبطولة إن شاء الله. طيب أبدأ معاك بالكلام على اللقاء المنتظر اللي هيجمع بين منتخب أوروغواي وباراغواي، إزاي بتشوف المباراة دي وإيه فرص المنتخبين في المنافسة على لقب كوبا أمريكا؟ Bueno, el partido va a ser muy muy parejo porque la idea de Uruguay y de Paraguay. الماتش هيكون ماتش متساوي في الحظوظ بين الاثنين، لأن باراغواي وأوروغواي الاثنين يعتبر مستواهم متساوي. سيغا. بتعتقد إنه النسخة الحالية من كوبا أمريكا نسخة مظلومة إعلاميا، وإيه تقييمك ليها من الناحية الفنية برضو؟ الماتش ده هيكون ماتش حاسم بين الاثنين، ان الاثنين مش عايزين يوصلوا ان هم يقابلوا البرازيل. اي حد فيهم هيخسر المباراه هيقابل البرازيل، ودوت مش عايزينه اي من الفريقين عايز النتيجه دي. طيب بسالك على النسخه الحاليه من كوبا امريكان اللي بعتقد يمكن انها ظلمت اعلاميا، قد يكون ده بسبب فيروس كورونا، بسبب غياب الجماهير، او بسبب حتى اقامه بطوله اليورو في نفس التوقيت. هل بتتفق مع وجهة النظر دي، وبتشوف وازاي بتشوف البطولة من الناحية الفنية برضو؟ زي ما حضرتك قلت وباء كورونا أثر بطريقة كبيرة على البطولة، فغاب عن البطولة المشاهدين. وبرازيل هو البلد المضيف، هو بلد فيه كرة قدم عظيمة، تفضل. يمكن على مدار تاريخ طويل كانت البطولة الحقيقة يمكن بتقدم كرة قوية، بنشوف فيها نجوم كبار. هل بتشوف انه النسخة الحالية هي امتداد للنسخ السابقه من كوبا امريكا، ولا في اشياء ممكن تكون اثرت عليها بالسلب؟ سي سي aparte de la pandemia de jugar sin gente la competencia lo mismo porque todo الوباء اللي اثر على البطوله وادى ان المدرجات تختفي فيها المشاهدين والمؤيدين لكل فريق. في ميسي عايز يكسب البطولة لأول مرة، أوروغواي برضو عايزة تكسب البطولة. هو أوروغواي هو أكتر فريق فاز بهذه البطولة 15 مرة، لكن بسبب الوباء كورونا مفيش مشجعين في المدرجات، فده بيأثر بالسلب على هذه البطولة. طيب هل بترى أنه منتخب أوروغواي
عنده القدره انه ينافس على تحقيق اللقب؟ وايه تقييمك للمستوى اللي قدمه في مباريات دور المجموعات؟ Bueno, Uruguay arrancó el grupo de muy mala manera أوروغواي بدأت المجموعة بماتش قدام الأرجنتين وكان ماتش سيء جدا من وجهة نظري، وفي الثاني الماتش الثاني كان ضد شيلي وكان في تعادل، وكان التعادل دوت مرضي بعض الشيء، والماتش الثالث هو اللي أدى إلى التأهل، وهو يعتبر أن المستوى في تصاعد، لكن أوروغواي لازم تتحسن أكثر من كده بكثير عشان توصل للقب. على الرغم من أن المنتخب السماوي بيضم عدد كبير جدا من اللاعبين المحترفين واللي بيلعبوا في أكبر أندية في العالم، لكن يمكن على المستوى الدولي أو على مستوى المنتخب مش ظاهرين بنفس الصورة، أو مش بيقدموا نفس قوة الأداء اللي بنشوفها في مشاركتهم في الدوريات القوية. تحليلك لده أو سبب ده من وجهة نظرك إيه؟ جدا في هذا الرأي، أتفق جدا معك. سواريز، كافاني، جودين، كل اللعيبة دول بيلعبوا أفضل في فرقهم عن ما يلعبوا في منتخب بلادهم. هم طبعا بيتمنوا انهم يكسبوا يفوزوا باللقب، لكن المشكله ان هو ادائهم مع فريق مع الفرق بيبقى اكثر او اقوى من ادائهم مع المنتخب. مين اللي لفت نظرك في تشكيله اوروجواي في النسخه الحاليه؟ وهل شفت انه في نجوم جداد ظهروا بتقدمهم اوروجواي للكره العالميه؟ في أوروغواي في لاعيبة مهمين جدا زي سواريز، زي كافاني، زي غودين، لكن الحصان الأسود للمنتخب الأوروغواي هو ناشئ اسمه فاكوندو توريس. هو دايما بيدخل في الوقت الثاني أو في الشوط الثاني بيغير كتير في أداء أوروغواي. المنتخبات الأقوى والأبرز اللي ترشحهم للتتويج بلقب الكوبا أمريكا في النسخة الحالية؟ فاكوندو توريس هيوصل إن هو هيبقى هيلعب في فريق قوي جدا في أوروبا. أنا حفظت الاسم كويس فاكوندو توريس وهفتكره وهركز معاه في الماتشات اللي جاية في البطولة. خليني أسألك على المنتخبات الأوفر حظا من وجهة نظرك في التتويج بلقب كوبا أمريكا. هو يتمنى ان اوروغواي هي اللي تفوز، لكن برازيل قوه عظمى في كره القدم، والمرشح الاول هو البرازيل، وبعد كده الارجنتين، بعد كده ياتي اوروغواي، وممكن يحصل اي مفاجاه بطلوع كولومبيا او باراغواي، ولكن احنا بنستنى لغايه ما نشوف الوضع. لكن انا برشح برازيل، الارجنتين، اوروغواي. رغم انها قوه عظمى وانا متفق معاك وبتضم كوكبه كبيره من النجوم، ورغم انه البطوله بتقام على ملاعبها وعلى ارضها، لكن ده ما ننساش انه في الوقت اللي استضافت فيه كاس العالم خسرته امام طبعا او لصالح المنتخب الالماني بعد ما اقصاها بنتيجه تقيله، طبعا بنتيجه 7-1. هل شايف انه في فريق عنده القدره على اقصاء البرازيل، او فريق ممكن خلينا نقول حصان اسود في البطوله تتوقع انه ممكن يعمل مفاجاه؟ دون شك ممكن يكون باراغواي، ممكن يكون اوروغواي، هم الحصان الاسود
اللي هم ممكن يقابلوا فريق قوي زي البرازيل، هو ممكن يكسب اي فريق في البطوله بقياده ميسي. في الارجنتين برضو ممكن اي فريق يعمل اي مفاجاه ويكون الحصان الاسود للبطوله ويحقق اللقب. بنشوف بطولتين يمكن يكونوا الاكبر والاكثر اهميه في نفس التوقيت بعد كاس العالم، اليورو وكوبا امريكا. اذا ما تقابل بطل اوروبا مع بطل امريكا الجنوبيه، تتوقع الغلبه تكون لمين؟ الكره الاوروبيه ولا الكره اللاتينيه او كره امريكا الجنوبيه؟ En esta situación se están dando simultáneamente la Eurocopa y la Copa América. احنا في اللحظه دي بنتفرج على البطولتين، البطوله الاوروبيه والبطوله كوبا امريكا. المستوى الافضل في اوروبا طبعا بطبيعه الحال. على المستوى البدني هم افضل في اوروبا. لكن احنا عندنا في فرق مع الكره الاوروبيه ان احنا عندنا مهارات اعلى، المهارات الاكثر هي موجوده في امريكا. بمناسبه المهارات، وده يمكن يكون سؤالي الاخير، هرجع بيك فلاش باك لو تتذكر. طبعا احنا نتذكر جدا كل مشاركات منتخب مصر في كاس العالم، مواجهه شهيره جمعتنا بمنتخب اوروجواي اللي كان مدجج بالنجوم طبعا في التوقيت ده، وقدمنا مباراه اعتقد انها كانت من احسن مباريات المنتخب المصري. اذا كنت تتذكر المباراه، مين من اللاعبين المصريين لفتوا نظرك في اثناء المباراه دي؟ انا متذكر جدا الماتش دوت. الماتش ده كان صعب جدا لاوروجواي. كان الماتش ده مهم عشان يقدر يخش المرحله اللي بعدها، وكان في عندنا بعض اللاعبين المصابين. ما كانش منتخب الاوروجواي في افضل حالاته، وكان لعب المنتخب المصري لعب جماعي كان مهم جدا، كان لعب جماعي جميل جدا، لدرجة أن المنتخب الأوروغواي اتفاجئ جدا بالمستوى اللي قدمه المنتخب المصري. سينيور خوان رودريجيز، مدرب منتخب شباب أوروغواي وفريق الوحدة السعودي السابق، بشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى انضمامك لنا في السادسة، وكل التوفيق طبعا لمنتخب أوروغواي. الفيديو كونفرنس خلص. الكلام أكتر عن الأهلي، عن مشوار بطولة بنفتحها أو بنرجع لها من جديد، هو أو هي بطولة الدوري، وعن طبعا اللقاء المنتظر اللي بيفصلنا عنه تقريبا ثلاث أسابيع مع كايزر تشيفز في دوري أبطال إفريقيا أو في نهائي دوري أبطال إفريقيا. هيكون الكلام مع واحد من نجوم النادي الأهلي في السادسة، كابتن أحمد عادل، بس بعد الفاصل.